يا هلا ومرحبا وحياكم في حلقة جديدة من هكر حياتك. كيف ممكن ترتب تيشيرتاتك بأسرع وقت؟ حدد ثلاث نقاط على التيشيرت، 1 و2 و3، وبعدين وصل بين 1 و3 واسحب 2، صار عندك تيشيرت مطوي وقت قياسي. وعشان توفر المساحة عندك بعد، جمع لك شوي من أغطية علبة المشروبات الغازية، ثبت قطعة منها على العلاقة وثبت علاقة ثانية عليها، وكذا ممكن تثبت مجموعة منها وتصير أسهل بالنقل والترتيب. وحركاتنا الأخيرة عشان تخلي جزمتك شكلها رهيب، اتبع الخطوات هذه وبكل سهولة بيطلع معاك شكل رهيب جدا. وبكذا خلصنا حلقتنا من هكر حياة. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تضغط اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.